السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من سوبر نينو. لو أول مرة تشوفيني ياريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. زي ما اتفقنا سوبر نينو تدبير توفير سهولة، النهاردة هنعمل قشطة الحلويات بكل سهولة ومقادير كلها متوفرة في البيت، ما تفرقش حاجة عن برة وهتبقى تحفة بجد ومش هتستغني عنها أبدا. يلا بينا على الطريقة والوصفة عشان نشوف عملناها ازاي. المقادير بقى اللي عندي النهاردة، عندي كوبايتين من اللبن يعني نص كيلو، بحط عليهم ايه، نص كوباية من السكر 4 معالق، تمام، واقلب كل ده الاول كده على البارد بالمنظر ده كده. وعندي نص كوباية من القشطة، قشطة اللبن، يا اما بتطلعيها من اللبن يا اما بتشتري قشطة من برة جاهزة. لو هتطلعيها من اللبن بتبيتي اللبن في التلاجة، مثلا هتجيبي كيلو تبيتيه في التلاجة او نص كيلو هيطلع قشطة، وتروحي جايبة عليه تاني نص كيلو تاني وتغليه عليه تاني وتسيبيه تبيتيه تاني هيطلع معاكي قشطة، فالقشطة هتتقل معاكي وهتبقى زي بتاعت برة. يعني هتجيبي مثلا نص كيلو من اللبن النهاردة تغليه وتشيليه في التلاجة، وتاني يوم تحطي عليه نص كيلو تاني تغليه عليه تاني وتشيليه في التلاجة، تالت يوم هيطلع معاكي وش قشطة تقيل جدا زي بتاع بره، تمام. يبقى انا حطيت نص كوباية من السكر على نص كوباية من القشطة على معلقتين من النشا، على رشة فانيليا اهو، ما تكتريش من الفانيليا عشان بتمرر. هقلب كل ده على البارد كده كويس جدا، واتاكد انه داب معايا كله على البارد. الخطوه دي مهمه جدا انك تقلبي على البارد قبل ما تحطي على السكر. في المرحله دي بقى هاخد المقادير بتاعتي كلها احطها على نار متوسطه. المرحله دي بقى بحط الخليط اللي عندي ده على نار متوسطه، انا حطيتها على النار الصغيره اصغر عين عندي بالمنظر ده كده، وبفضل اقلب اقلب لحد ما احصل على سمك القشطه اللي انا محتاجاها عشان اعرف ان احشي بيه. اهم حاجه عندي ان انا افضل اقلب كده وما اسيبهوش علشان ما يتحرقش مني ولا يشيط، وكل ما تبقى النار هاديه او متوسطه كل ما تضمني انه يطلع معاكي مظبوط وما يشيطش منك ولا يتحرق. هفضل اقلب كده لحد ما احصل على السمك اللي انا محتاجاه. زي ما انتوا شايفين كده بفضل اقلب كده لحد ما يبدا يتقل معايا. بصوا بدا كده يدخل على المرحله اللي احنا محتاجينها، بس هو برده انا لسه عايزه القشطه بتاعه الحلويات اتقل من كده طبعا عشان اعرف ان احشي بيها. زي ما انتوا شايفين كده ده شكل القشطه بتاعتي بعد ما خلصتها. بصوا السمك اللي انا محتاجاه، بصوا تبقى تقيله كده مش عايزاها خفيفه، تمام. هي كمان لسه سخنه، لسه ما تبرد هتتقل معايا عن كده. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هجيب كيس الثلاجه واغطيها بيها اهو بالمنظر ده كده اهو، هغطي الوش كده. ليه بقى الحركة دي بنعملها؟ علشان ما تعملش اي قشرة معايا وتبقى كلها طبقة واحدة. عايزة برضه اكد عليكم في نقطة معينة بخصوص النشا، لو نص كيلو اللبن كوبايتين يبقى معلقة النشا هتبقى هرمية، يعني كل كوباية بتاخد معلقة، يعني هتاخد معاكي معلقتين نشا هرميين. لو نص اللبن كوبايتين وربع او ازيد يبقى هتاخد معاكي 3 معالق نشا. خدي بالك من النقطة دي عشان بتفرق، عشان برضو ساعات اللبن بيبقى اكتر فبيفرق معايا في النشا. ممكن تقعدي تقلبي على النار تلاقيها ما بتلمش فبتبقى محتاجة نشا تاني. لو احتاجت معاكي نشا تاني بتاخديه في بق مية برة كده، المعلقه اللي هتحطيها في بق ميه وتروحي جايه مدوباها في ميه عاديه ساقعه او من الحنفيه يعني قبل ما تحطيها على الخليط وهو سخن عشان ما تكلكعش منك. برده الحاجات دي خدي من بالك منها كويس قوي. هدخلها بقى التلاجة اوريكم شكلها لما تطلع. زي ما انتم شايفين كده القشطه بقت جاهزه عندي اهي كده، بصوا بالمنظر ده كده اهي بقت جاهزه عندي ان انا اخدها احشي بيها على طول اي حلويات هعملها. القشطه دي هتبقى تحفه في الكنافه، وهعمل معاكم كنافه بالقشطه وهتشوفوا قد ايه هتبقى تحفه في الحشوه. دي كانت وصفه النهارده، لو عجبتكم استنوني في وصفه جديده.